الأهلي كسب بهدفين مقابل لا شيء. باتريس كالترون مع حسام حسن، باتريس كالترون تفوق على حسام حسن نتيجة مقنعة جدا، وأيضا كان النادي الأهلي ممكن يضاعف عدد الأهداف لأن النادي المصري ما كانش في حالته. النادي الأهلي كان فايق جدا لولا باتريس كالترون. كنت بتكلم مع أحد المحللين الفنيين العاليين جدا جدا، بيقولوا إنه باتريس كالترون كان ممكن يكسب أكتر من كده، لكن باتريس كالترون عايز يكسب الأهم من كده وهو ثقة جمهور النادي الأهلي. يعني هنتكلم برضو فيها مع ضيوفي الكرام، هل باتريس كالترون بيلعب بفكره هو بس ولا بيحاول يكتسب ثقة جماهير النادي الأهلي الكبيرة اللي من خلالها هيبدأ يشتغل هو بمخه؟ وأنا شايف فعلا أن باتريس كالترون بيحاول أن هو يشتغل 75% من تفكيره و 25% عايز يكسب بيهم جماهير أو ثقة جماهير النادي الأهلي اللي تستحق طبعا أن أنا أضحي ب 25% من تركيزي أو من فكري عموما الفني عشان اكسب ثقه جماهير النادي الاهلي اللي هتديني ثقه بعد كده في كل حاجه. عشان كده باتريس كالترون لما كسب هدفين او احرز هدفين قال حلو قوي كده، وابدا امن دفاعاتي عشان احافظ على النتيجه دي. لكن لو هو كان عنده الجراه، هو عنده الجراه واحنا اتكلمنا قبل كده، عنده شخصيه قويه جدا تخليه يعمل اي حاجه، لكن هو فضل ان هو يكسب هدفين ياخد بيها ثقه جماهير النادي الاهلي اللي هتديله دافع بعد كده ان هو ينفذ كل افكاره سواء كانت هجوميه او غير هجوميه. لكن هدفين اقنعوا كل جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي مليان بالنجوم، ان شاء الله النادي الاهلي شرفنا في كل المسابقات اللي هيدخل فيها، وان شاء الله يحرز كل البطولات اللي هيدخل فيها باذن الله.